كنشكركم، كنشكر فريق الرجاء البيضاوي، كنشكر المكتب المسير، كنشكر الانصار الفريق، كنشكر العشاق، كنشكر الجمهور الكريم. الحمد لله كيف ما كيعرف الجميع، الرجاء البيضاوي فريق اللي قوي، فريق اللي كيلعب على الالقاب، فريق اللي عنده جماهير ممتازه قيله الكلمه ديالها في البطوله الوطنيه. ايوا، ونتمنى نكون ان شاء الله فائل الخير على فريق الرجاء البيضاوي. وبالفعل كانت مفاوضات مع المكتب المسير صراحه احترافيه. المكتب المسير هضر مع زكريا حدراف، زكريا حدراف حتى هو بدوره وتقبل الهضره، كانت بروفيسيوناليزم بيناتهم، وكانت واحد المده اللي هي طويله باش قررت نسيني مع فريق الرجاء البيضاوي. ماشي غير جيت وسينيت كيف ما كيقولوا. كانت مفاوضات اللي هي مده شهر، وحنا كنتفاوضوا كنهضروا كنتلاقاو وما كنتلاقاوش، وكانوا عروض اخرين، ولكن قبلت الرجاء لان الرجاء فريق كبير كيلعب على الالقاب، عنده منافسات ان شاء الله جايه، وعندي واحد لوبجيكتيف جاي داخل به للرجاء. ماشي انا غير جاي داخل الرجاء غير باش انا في الرجاء وصافي، مي داخل الرجاء على قبال باش نكون في المستوى ونعطي واحد السمعه ديال زكريا حدراف كيف ما كيكون في البطوله الوطنيه. ايوا، ونتمنى خير ان شاء الله كيف ما قلت لك، ولما لا نكون ان شاء الله نفوز باللقب مع الرجاء البيضاوي للبطوله ولا كاس العرش ولا كاس كونفدراليه. وكنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي قوي وفريق اللي عنده سمعه طيبه في افريقيا. وبالفعل انا جاي للرجاء البيضاوي باش نعطي الماكسيموم كيف ما كنقولوا، باش نعطي الماكسيموم باش نكون في حسن ظن المكتب المسير، في حسن ظن جماهير الكبرى ديال الرجاء البيضاوي. ما جايش لهنا غير باش كيف ما كنقولوا نتخبى، انا جاي باش نبرهن بان زكريا حدراف هالمكانه ديالو، هالمكانه ديالو اللي كتليق به، جاي باش نقول الكلمه ديالي، ماشي جاي باش وانا عارف القدرات ديالي وقادر نعطيهم الماكسيموم. واش فهمتي؟ وتفاهمت مع الناس كيف ما قلتي لي في الاول، المكتب المسير ديال الرجاء البيضاوي تفاهمت معاه، وصراحه كان في حسن الاشاره ليا، وتجاوب معايا كيف ما بغيت، وحتى انا تجاوبت معاهم كيف ما بغاو، وكنا في المستوى العالي، وخرج داك الشيء بالتراضي. ونتمنى خير ليا ولفريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله في السنوات القادمه. عندي علاقة طيبة كاع مع بدون استثناء جميع اللاعبين. نبدا لك، كاين حفيدي، عبد الإله، كاين بدر، بانون، أنس من هذا المنبر كنبغي نقول لك في 2012 كان باقي في الماس، ماركيت عليه في جديدة، وأنا داك كانت المدام كتفرج وكانت حاملة بهاد الوليد، فهمتي؟ وهي قالت لي بغيت نسميه أناس على قبل أناس زنيتي، وأناس راه عارف هاد القضية، ومؤخرا هضرت أنا وياه في التليفون ملي وقعت، قال لي الله مرحبا وهادي وجي والدار الكبيرة وهادي، وفعلا الناس اللي واعية وراقية كيقولوا لي الدار الكبيرة. أما عادي الكاروشي راه لعب معايا سنين في جديدة، يوسف قديوي راه ولد البلاد وكيعرفني وكنعرفو مزيان، عصام الراقي الله كان معايا، كنا في واحد الدوري في خميس زمامرة فرقنا الجوائز وهادي، يعني ما كاينش عائق. وكيف ما قلت لي واحد السؤال الاولاني، انا الرجاء كنت غادي نسيني فيها سنين، كانوا رؤساء قبل هذا الرئيس وكنت غادي نسيني فيها، ولكن كيقول لك ملي كيجي الوقت الله سبحانه وتعالى كيعطيك الوقت فين غتجي لواحد البلاصه راه كتجي لها. انا كنت غادي نجي سنين 2013 2014 وقبل كاس العالم الانديه، والعام اللي لعبات فيه الرجاء على البطوله وداتها 2012 2013،
ولكن ما كتبش الله سبحانه وتعالى ما كتبش لي بانني نجيل هذاك الوقت، ولكن كتب لي الله سبحانه وتعالى هاد السنه نجيل الرجاء البيضاوي، وانا داخل الرجاء البيضاوي بقلبي وماشي بجيبي ولا ماشي بشي حاجه اخرى، دخل بقلبي دخل بدماغي، عرفت التركيز ديالي على العقد ديالي والخير في ما اختار. اللي غادي نقول لك انا الرساله ديالي اللي غنقول لك وغنقولها لك بالصدق، وما غاديش نكون كنتلاعب. انا اللي كنتمنى من رؤساء مسيرين مساعدين اطباء زملاء اللاعبين جمهور الكريم وكل من يحب فريق الرجاء البيضاوي، نتمنى لهم كل شيء يتجمع وكل شيء يكون يد وحده، كل شيء يكون يد وحده وكل شيء يكون خوت على قبل فريق الرجاء البيضاوي، لان فريق الرجاء البيضاوي ماشي فريق اللي هو صغير، فريق اللي هو كبير. نتمنى الرسالة ديالي توصل لجميع المكونات الفريق الرجاء البيضاوي وجميع كل من هو كيحب الرجاء البيضاوي وبجدارة واستحقاق، لأن كيقول لك الله سبحانه وتعالى يد الله مع الجماعة، وإنسان ملي يكون مجموع ضروري الله سبحانه وتعالى كييسر ليه. نتمنى حد موفق لزكريا حدراف مع الرجاء البيضاوي، ونتمنى حد أوفر فريق الرجاء البيضاوي في العصبات ديالو في البطولات ديالو في الكيسان ديالو، واللي كيدخل بالخير وكيتمنى الخير ان شاء الله ما كيلقى غير الخير، وحد موفق لفريق الرجاء البيضاوي.